شد حيلك يا صبرة، ربنا يخديك على آخر الأحزان. ربنا يصبر قلبك يا حبيبتي يا رب. فينك يا آدم يا ابني دلوقتي؟ يعني عليك يا ابني، حتى عزبوك اتحرمت تاخده بنفسك. يا رب صبرني يا رب. ايه ده يا علي؟ ده يا فندم أول الخيط لبراءة آدم. آدم؟ آدم مين؟ آدم عبد الحي الإرهابي يا فندم اللي تهمينه في قتل الأمريكاني. الله، وإيه دخله بالراجل ده والست اللي معايا؟ ما ده يا فندم الراجل الأمريكاني اللي اتقتل. أيوة راجل أمريكاني، افتكرته. البي كان عامل كاميرات تجسس في شقته بتصور كل اللي بيحصل. يا نهار أبيض، صحيح أمريكاني صحيح. واللي حصل بقى إن الهارد ده اختفى من مسرح الجريمة. هارد إيه؟ الهارد يا فندم اللي متسجل عليه جريمة القتل وكل الفيديوهات. الله، والفيديو ده جبتيه منين؟ من على النت. على النت؟ طب وايه الفيديوهات فين؟ ما هو ده بقى اللي انا جايه لحضرتك عشان اكيد اللي نزل الفيديو ده على النت هو اللي عنده الهارد اللي اتسرق اللي عليه جريمه القتل وبقيه الفيديوهات. بس على فكره ده كلام خطير قوي يا عليا. ايوه يا فندم، انا علشان كده بقول لحضرتك ان هو موضوع هيكسر الدنيا. بس يا خساره لو ما كانش في حظر نشر. والله يا فندم انا شايفه ان دي خبطه صحفيه ما تتعوضش، وبعدين يعني هتزود عدد المبيعات زياده، حضرتك مش متخيل قد ايه. يعني ايه؟ يعني دي المقاله، ودلوقتي عندنا دليل مادي جديد على النت، يعني لو نشرنا مش هنبقى بنشوشر على الرأي العام على الفاضي. انت عايزاهم يقفلوا لنا الجريده واسحبوا الترخيص يا علي؟ يا فندم احنا ما بنخلش بشرف مهنتنا عشان يقفلوا لنا الجريده، وحتى لو ده حصل لما نفتح تاني هنكتسب مصداقيه وشعبيه كبيره جدا عند القراء، لاننا جريده معارضه شعبيه لها مصداقيتها، مش جريده من القوميه بتوعهم. يا علي فلا الله ولا فالك يا شيخه. يا فندم تحت ملو ضعيف، لان بعد كده هيخافوا يقربوا لنا او يفكروا حتى يؤذونا. يا علي انت ما تعرفهمش، دول جبابره، انا ياما شفت منهم. يا فندم ما انا علشان كده جايه لحضرتك، عشان عارفه ان انت مكافح وثوري وليك خبره في النضال السياسي، وعمرك ما هترضى بالظلم. بس يا عليا يعني ما بسش، احنا كده هنبقى بنساعد البوليس وبنلفت نظره للفيديو اللي هو اول الخيط للوصول للسارق. طيب وهم ما يعرفوش حاجه عن الفيديو ده؟ بصراحه انا مش متاكده، بس اكيد بعد ما ننشر هنلفت نظرهم وهيبداوا يدوروا في الطريق الصح. تفتكري يا عليا؟ اكيد يا فندم، احنا كده بنساعد العداله. الباقيه في حياتك يا صبره. حياتك الباقيه يا اخوي. أمين راح يا عامر، خلاص كلنا رايحين يا صبرا. ونعم بالله. آدم فين يا عامر؟ آدم بخير، هو عندي دلوقتي في المزرعة، كسر الدنيا عشان يجي ياخد عزبوه، وأنا وننسي منعناه بالعافية. يا عيني عليك يا ابني، حتى عزبوك معرفتش تاخده. معلش ما تخافيش، بس آدم بخير. كبد عليك يا ابني، زمانه تعبان دلوقتي، عشان خاطر يا عامر روح له ما تسيبوش، لازم تكون معاه في الظروف اللي هو فيها دي. أسلام له يكون لوحده دلوقتي، بدل منزل من عندكم والحكومة تقطرني ويعرفوا طريقه ويبقى فيه مشكلة. وبعدين كمان مش معقول أنا أسيبكم من أول يوم كده. وما تنسيش يا صبرة إن في ناس كتير هتيجي تعزي. واضح إنكم مش شايفين شغلكم كويس، بدليل إن حتة بنت صحفية صغيرة قدرت توصل للفيديو بتاع الراجل الأمريكاني، وإنتوا محدش فيكوا هنا. ايه الفيديو بتاع الراجل الامريكاني ده؟ انا مش فاهم حاجه يا سعاده. لحظه بس يا شنبيه، اسمها ايه الصحفيه دي؟ معليك اتفضلوا اقرا بقوات يا بتوع امن الدوله. يا بنت اللذينه. اقرا يا باشا. اقرا يا باشا. انت جابت المعلومات دي كلها منين؟ من النت يا بيه. البت دي تجيبوها وتفضلوا وراها لحد ما تعرفوا جابت الفيديو منين، مفهوم؟ امرك سعادتك. وقسما عظما لو ما شفتوا شغلكم كويس وجبتوا لي قرار القضية دي وفي أسرع وقت لأكون مستغنى عنكم. اتفضلوا بهوات. تمام سعادتك. ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ ايه يا ابني بس؟ خبر فيديو الأمريكي نزل يا أخوة في الجرايد بتاعتكم النهارده. انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني تفتكر علي عمل كده من ورانا؟ بس لو علي حتى عملت كده اكيد قصدها تظهر براءة ادم. ايوه بس ده هيخلي السارق يخاف، ولو خاف ممكن يبيع الهارد، ولو باع الهارد مش عارف نجيبه. تصدق عندك حق، انا مش قادر اتخيل علي ممكن تعمل كده ازاي.
طب احنا ليه هنقعد نتكلم كتير؟ ما تيجي نروح نواجهها ونعرف ما ايه الحقيقه. يلا بينا دلوقتي. يلا بينا. يا جماعه انتوا فاهميني غلط. احنا فعلا كنا فاهمينك غلط ودلوقتي بس فهمناكي صح. ليه يا علي؟ تفضلي شهرتك ومجدك الصحفي على انقاذ حياه بريء. ايه التخاريف اللي انتوا بتقولوها دي؟ انا عايزه اساعد ادم زيكم بالظبط ويمكن اكتر، وان كنت نشرت المقال ده نشرته عشان كل الناس تعرف حكايته. ايوه بس انت كده كشفتي سر الفيديو في المقاله بتاعتك، وده هيخلي السارق يخاف ويكش مننا وما يعرفش يكلمنا تاني. بالعكس، ده ممكن يتشجع ان هو يروح يسلم الفيديو عشان ياخد جايزه السفاره الامريكيه. جايزه مين يا هبله؟ ده كده هيقبضوا عليه. يقبضوا عليه ليه؟ عشان هو اللي سرق. بالعكس، انا حاسه ان اللي سرق الهارد مش هو اللي نزل الفيديو على النت، لان لو كان هو كان هيخاف ينزل دقيقه واحده من الفيديو ده عشان ما يتقبضش عليه. امال مين بقى ده ان شاء الله؟ واحد فرحان بالافلام وما يعرفش اي حاجه عن الفيديو اللي فيه جريمه القتل. يا جماعه دي الحقيقه وده احساسي الصحفي وما تستهونوش بيه. اللي في الجورنال ده يا علي؟ بقى انت اللي بتكشفي سرنا؟ المقاله دي خطر جدا على ادم، ممكن قوي دلوقتي ينزل الفيديوهات دي يبقى اتخلص منها باي طريقه من كتر خوفه، ويبقى كده دليل براءة ادم الوحيد ضاع بسببك. نانسي ممكن تهدي وتيجي تقعدي وانا افهمك على كل حاجه لو سمحتي. تفهميني ايه بس؟ يعني احنا بنقول خطوه لقدام ترجعينا 100 لورا؟ وليه يا نانسي ما تقوليش ان المقال اللي انا نشرته ده هيطلعنا خطوات لقدام؟ ازاي يعني؟ واضح يا علي ان المقال ده هيقدمكم خطوات لقدام وهيجيب رجلكم، بس مش هنا. وبالمره بقى ما دام المجموعه كلها هنا تحبوا تيجوا معانا باحترام ولا ايه اللي قيمتكم واعمل شوشاره؟ لا 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 خير يا جيجه؟ مش خير ابدا يا منصور، ده في خبر منشور في الجورنال عن فيلم ثقافي من افلام الاجنبي اللي عندنا وباين عليه الفيلم ده عليه عوائق جامد قوي. انا قلت لك الموضوع ده في ان ما سمعتش كلامي. طب والعمل يا منصور؟ العمل اتخلص من الارض ده بدل ما يجيب لك مشاكل. صدق ده عندك حق، ما دي ورطه انا لازم اطلع منها. بص انا همسح الفيديوهات دي مع الكمبيوتر خالص، هفرمطه بس الهارد بقى مش هقول انا امسحه. يا عم امسحه ده ما يجيب لك وجع الدماغ. يا عم ما تقلقش يا عم انت حر. انا هخبيه في حته امان محدش يعرف له طريق بره، اه ويمكن يطلع له عوزه في وقت من الاوقات. مش كده ولا بس تكرر خيالك يا شقيق؟ يا علي مش هتقولي لي بقى جبت الفيديو منين؟ حضرتك الفيديو موجود على النت، احنا كل اللي عملناه ان احنا نزلناه ونشرناه، واللي حضراتكم لازم تعملوه دلوقتي ان انتوا تشوفوا مين اللي عمل له ابلود على النت، لان هو ده اللي معاه كل الفيديوهات، ومن ضمنها الفيديو اللي عليه براءة ادم عبد الحي. وليه ما رجعتولناش قبل ما تعملوا عملتكم دي؟ لان احنا كان كل همنا نظهر براءة صاحبنا. وانت يا شاعر فنان ما تعرفش ان في حظر نشر على القضيه دي. حظر ايه بس يا باشا؟ الفيديو معمول له ابلود على النت وكل الناس ممكن تشوفه. اسمه ايه الواد اللي عمل له ابلود ده؟ والله يا فندم انا الحقيقه ما اعرفش اسمه الحقيقي، انا كل اللي اعرفه ان النيك نيم بتاعه اسمه جيجا، واعتقد ان حضرتك تعرف تجيبه الاي بي ادرس بتاعه. يعني اي بي ادرس ده ابن ناس. ربنا يخليك يا فندم. تعرفنا شغلنا روح امك ولا ايه؟ ما تثبت يالا. لا يا فندم والله انا بس غرض اخدم. نادر خد الواد ده لخبير الكمبيوتر، خليه يستفسر منه عن النيك نيم ده ويشوفه نزل في انهي موقع عشان نعرف نتعقبه. اتفضل. شكرا. يلا حبيبي. اول مره انكرتي وقلت انك ما تعرفيش اي حاجه وسبناكي. تاني مرة قفشنا ادم عبد الحي جنب المزرعة بتاعتك وسبناكي. تالت مرة بعت قريبك اللي اسمه امير لام ادم وبرضه سبناكي. لكن تتقفشي مع اصحاب ادم عبد الحي وتقولي لي ان دي صدفة؟ ده يحصل في عالم سمسم بس يا روح امك. انا كدابة. شكلك كده شمال، شكلك كده مش مظبوطة يا بت. حت امك لجيبك، هجيبك واعمل لك قضيه عتاب. انا مش عارفه انتوا بتتكلموا على ايه اصلا. مش بقول لك شمال انت يا بنت جايه تلعب بينا ولا ايه؟ احنا مش فاضيين لك. هحطك تحت جزمتي وهفعصك اخفيكي واحلف اني ما شفتك. ما تنطعي يا بنت. ايه اللي وداكي عند عليا وكريم وطاهر؟ انطعي لاحسن قسما بالله العلي العظيم، هعلقك وهسحلك. انا ما رحت لهمش، هما اللي جولي. قولي علشان اشوف الفيديو واقول لهم اذا كان ده الامريكاني فعلا ولا لا، بحكم ان انا كنت اعرفه يعني. وموضوع امير اللي بتقولوا عليه ده انا ما عنديش عنه فكره، ممكن يكون عمل كده بحكم شغلته ما اعرفش. لا بنت واعيه مستفه كلامك تمام، قفلت كل الخنان. صدقها بنت ان انا صدقتك. انا قلت كل اللي عندي،
عايزين بقى تعرفوا الحقيقة المفروض تروحوا تدوروا على عمل أبلود للفيديو على النت، أكيد عنده الفيديو اللي فيه الحقيقة. وانتي ما تعرفيش الحقيقة؟ ما هو أنا قلت كل اللي عندي، انتوا اللي مش مصدقين. أيوه طيب حاضر، ثانية واحدة. سيف باشا. أيوه لا يا أبي. طب أنا في طريق، أنا داخل جوه. ها مفهوم سعد. نانسي أنا سيبك كده خمسة عشان بيه، عايز أرجع عليك يا عائلتي وقلت كل حاجة، عشان تروح تنام في سريرك. ما عندناش بنات حلوة تنام بره، يا إما قسما بالله لحلففك على مخبرين أمن الدولة نفر نفر. أكتر في شوط شوية عندهم كتاب، بس على الله بقى كل بتعرفي ترقصي. بس استعجليش، ها استعجليش. ربيه استفدتي ايه بقى غير التهزيق؟ عاجبك اللي بيحصل فيه كده؟ اقعدي اقعدي. ما جاوبتنيش على سؤالي يا نانسي. سؤال ايه؟ انتي ما تعرفيش الحقيقة؟ هشام بيه هو ليه حضرتك مش عايز تصدقني؟ عشان انا بتعامل معاكي باحساسي مش بس بعقلي، وبجد انا زعلان منك جدا عشان خبيتي عليا معلومه زي دي، رغم ان انا جيت لك واديت لك نمرتي. على فكره اللي انا بعمله معاكي ده غلط، لو حد دخل ولا انا قاعدين دلوقتي انا هروح في 60 ده، بس انا عملت ده بس عشان اثبت لك ان انا مصدق في براءة ادم، وبجد عاوز اساعده، وبجد مش عارف اقول لك ايه. لو كنت قلت لي المعلومه دي من بدري كانت هتفرق معايا كتير انا وادم. عايز الحقيقه؟ يا ريت. الامريكان يحاول يتهجم عليا وادم هو اللي انقذني بجدعنه ورجوله، ولما حاولنا نهرب ضرب علينا نار وصاب ادم في كتفه، كان طبيعي لازم يدافع عني وعن نفسه. حصل اللي حصل، قتله بالغلط. صح، انا صح واحساسي صح، والجريمه دي مجرد جريمه عاديه ما هياش ارهاب زي ما بيقولوا. عرفتوا كل حاجه؟ اعملوا بقى فيا اللي انتوا عايزينه، ان شاء الله تشنقوني. انا خلاص كفايه قوي لحد كده، لازم ارد له ولو حاجه من اللي عملها معايا. اعترافك ده هيفضل سر ما بيني وما بينك. ايوه يا نانسي، عشان انا لو ذكرت اعترافك ده في التحقيق انت هتروحي في 60 داهيه وهتتسجني، وانا عاوزك بره عشان تساعديني ان احنا نثبت براءه ادم. تكلم جد؟ من اول ما جيت لك وانا بتكلم بجد، بس انت اللي ما كنتيش عاوزه تصدقيني. بس متهيالي لما تخرجي من هنا ممكن تصدقيني. طب والظابط اللي كان هنا؟ مالكيش دعوه، انا هعرف اخلص الموضوع. وبعدين انا راجل، لما اقولك على حاجه لازم تصدقيني. طمني يا نانسي. في واحد محضر عايزك على الباب ومصر ان انت تستلمي الاعلان بنفسك.
ايه؟ هو سيف عملها ولا ايه؟ مش عارفة، مش عارفة يا بنتي، مش عارفة. افندم انا سيهام سامح امين. ممكن حضرتك تمدل لنا؟ امضي لحضرتك على ايه بالظبط؟ ورقة طلاقك من السيد سيف سليم الحديدي. الصبر بنت، الصبر يا حبيبتي، الصبر دوعني دوعني وقطعني. ابكي يا رنا، ابكي وطلعي كل اللي جواك يا بنتي. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. مش قادره، مش قادره، مش قادره يا ماما. حبيبتي ما تكتميش في نفسك. الحمد لله يا بنتي انك خلصت منه. بعد كده كان ممكن يكون خطر عليك. النهارده بابا ما اتقطعت كل حاجه بيني وبين سيف. طب بجد بقى، انا لله وانا اليه راجعون. اوعى تكون سبتني يابا غضبان عليا وفاكر اني قتلت عشان السياسة. والله عمري ما دخلت السياسة ولا اعرف عنها حاجة. يا رب يا رب، انت الوحيد اللي عالم اني مظلوم والنبي فاهمه. مش عايز يكون زعلان مني. يابا يابا، انا ما عملتش حاجه غلط والله العظيم. يابا انا عملت الجدعانه والرجوله اللي انت علمتهم لي. ما وطيتش راسي ووقفت مع الحق، مش ده كلامك؟ وما جيتش على كرامتي زي ما علمتني. يابا انت في دار الحق يابا، واكيد عارف اني مظلوم. والله العظيم مظلوم. بس تصدق يابا، انا حاسس ان انت في حته حلوه قوي يابا دلوقتي. اقول لك ليه؟ مش ربنا قال لنا ان كل واحد في الدنيا بياخد حق 24 قراط؟ انت كنت تعبان قوي في الدنيا، اكيد ربنا مفرحك دلوقتي صح؟ يا رب طمني عليك والنبي. زعلان منك يا حاج امين. زعلان منك عشان انت قلت لي ان احنا غلابه، ما قلتليش ان احنا غلابه قوي. ايه ده؟
ايه اللي جابك هنا؟ ليا حق عندك وجاي اخده. حق ايه يا محق؟ قسما بالله العلي العظيم لو فتحت بقك بنص كلمه لكون ضربك 30 جزمه فوق دماغك. اتفضل بص في الورقه دي وانت اللي هتضرب نفسك 100 جزمه. ده تحليلك دي من ايه؟ ليه بدك اللي انت قتلته في بطني وقتلتني معاه؟ التحليل ده مزور، وقلت لك بدل المره 10 ده مش ابني، انت الوحيده اللي عارفه مين ابوه. انت ايه؟ انت ايه يا اخي؟ مش من ادم؟ انت ايه؟ تمرك مش هيصحى؟ ايه؟ كفايه بقى، انت لا بترحم ولا بتخلي رحمه ربنا تنزل. يا اخي فوق بقى ربنا يفوقك. قتل ايه؟ ابن الحرام ما يتبكيش عليها سهام. لا لا يا سيف، ده ابنك اللي انت قتلته. مش هسامحك عمري كله. انا ابني اللي قتلته وعلى شرف اللي طعنتني فيه والايام بيننا، وحقي هاخده ولو اخر يوم في عمري يا سيف يا حديدي. في ايه يا بنت مدفوعي؟ انت جاي تهددين هنا في بيتي ولا ايه؟ قسما عظما لو عتبت هنا تاني لمعلقك بمسمارين على باب الشقه، فاهمه ولا لا؟ بره بره. يلا هطلع. يلا طلع. سلامة. طلع يا سيف بيه يا حبيبي. طب يلا. وحقي هاخده. والله. والايام بيننا. وريني. وبكره هثبتلك. ماشي تعالي لي بقى هنا. قبل ما تمشي. قسما بالله لو عتبت البنت ده تاني. انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه؟ سامعني؟ يلا بره. اوعى. يلا. اوعى. ليه بس كده يا ست هانم؟ انا مش قايله لك يا غبي تروح تجيب لي شامبو للشعر المجعد، رحت تجيبه لي للشعر العادي؟ عادي هرجعه تاني يا ست هانم. لا مش عادي، انت لسه عايزني افضل مستنياك لحد ما تروح وترجع لي ان شاء الله ولا ايه؟ ليه الغلط ده يا ست هانم؟ ما قلنا هنرجعوه خلاص. شويه فلاحين معفنين مالت البلد. في ايه يا منال؟ بس هعمل ايه دلوقتي؟ تعالي ليه؟ انت كمان بترد عليا؟ انا رديت ولا فتحت خشمي؟ تصور انت ايه الادب وغبي. الله الله، ليه الغلط ده بس يا ست هانم؟ اخلص خالص، مش عايز اسمع صوتك. خرست خلاص. ايه في ايه؟ بتزعقوا ليه؟ مفيش، كالعاده بواب قافل ما بيفهمش. معلش يا عم عوضين، روح انت دلوقتي. حاضر يا باشا. استنى يا زفت، خد تروح وتيجي بسرعه، عارف لو رحت كده ولا كده هقطع خبرك. جرايه يا منال، في ايه؟ اتكل على الله يا عم عوضين. اوعي. ايه في ايه؟ في هشام خضتني. خضتك؟ وانتي خنقتي الناس كلها وطلعتي عينهم وكفرتيهم يا شيخة يا ساتر. ممكن افهم الاسلوب ده؟ ده الاسلوب الوحيد اللي يتناسب مع اسلوبك اللي عايز الحرق ده. انت ناوي على خناقة بقى؟ لا انا اسف جدا، متأسفين عطلنا جنابك. اما انا انت كنت بتعمليه مع البواب ده كان ايه؟ خناق ولا وصلة غنى؟ وانت مالك بالبواب؟ بني ادم، بني ادم يا شيخة، هو لازم ندوس عليه؟ اكمنه ضعيف وغلبان ومش هيقدر علينا. بجد انا مش مصدقة انت ازاي ظابط وفي امن الدولة. ولعي انا ظابط امن. امن يعني امان، ودولة يعني مواطنين، يعني انا ظابط امن المواطنين، مش المطلوب مني ان انا انزل لهم وعايشهم في رعب. وانت مصدق بقى الكلام ده؟ انا مصدق الكلام ده؟ دي رؤيتي اللي انا عايش بيها طول عمري وهفضل عايش بيها لغايه لما اموت. براحتك يا حبيبي، بس يا ريت ما تقولش الكلام ده لحد من صحابك، وخصوصا في الشغل، علشان يا حبيبي ما فيش حد يقول الكلام ده غير شاعر، رسام، صحفي، مش ظابط في امن الدوله. يا دي امن الدوله، يا دي امن الدوله اللي مجنناكي. هو انا لازم ابقى دراكولا ومص دم الناس عشان ابقى ظابط امن دوله وعجبك؟ ده ايه العيشه المرار دي يا ساتر؟ ما تجيش ورايا. عيشه تفلق. ايه ده، تليفون جديد يا نون؟ وخط جديد كمان مش باسمي، بابا جابولي عشان اعرف اكلم ادم.
الو، ايوه يا عامر، ايه الاخبار؟ هو كويس دلوقتي؟ طب اديه لي اكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. تليفون عشانك يا ادهم. مين؟ الو. انا مش كنت بكلم خطيبي دلوقتي؟ ايه اللي دخلك على الخط؟ صوتك احسن النهارده الحمد لله، انت كويس؟ الحمد لله. طيب كويس. بقولك ايه، عندي ليك خبر هيفرحك قوي. الظاهر كده ان هم قربوا يلاقوا اللي سرق ريتشارد. ايوه، اصل في فيديو من اللي كانوا على الهارد المسروق لقوه على النت. يعني على الاقل الفتره اللي جايه مش هيبقوا بيطردوك انت لوحدك، هيبقوا ماشيين في سكه تانية كمان. ان شاء الله براءتك هتظهر قريب قوي يا ادم، اطمن يا رب. طب اقولك على حاجه كمان، ده الضابط هشام نفسه اللي منهم انا ابتديت احس انه ابتدى يصدق انك بريء. هو هشام اللي قالك كده بنفسه؟ ايوه هو بنفسه اللي قال لي كده. خدي بالك يا نانسي، اوعي تكوني وقعتي في الكلام معايا، الناس دي مش سهله. المهم انا مش عايزك تشيل هم حاجه خالص عشان خاطري، وانا هكلم اهلك قريب واطمن عليهم واروح لهم كمان، وهبقى اطمنك عليهم. مش عايز حاجه تانية يا ادم؟ طيب اوكي، خلي بالك من نفسك يا ادم، تصبح على خير. سلام، انا نازل. سلام. ايه الملل ده؟ الو شاهي، وحشتيني كده يا وحشه. شهر ما اشوفكيش. عشوه في مطعم سمك النهارده في اسكندريه. انت عارفه ان انا بحب ده قوي، بس مش هينفع. مفيش يا ستي، جوزي محرم عليا النزول الا في ويك اند بس، وبعدين هايدي لسه راجعه من الحضانه ودخلت تنام. ما انا عارفه ان احنا هنروح ونرجع سد رد زي زمان، بس بقولك البنت نايمه ومش عارفه هتقوم امتى. طب قولي لي بيعمل ايه كمان؟ الشوربه اللي انا بحبها. واو بجد؟ طب بصي انا هقوم اجهز دلوقتي واصحي البنت، بس بليز بليز نروح ونرجع بسرعه، عشان بجد لو هشام عارف هتبقى مشكله، وهي بقى بصراحه مش ناقصه. اوكي يا حبيبتي، يلا باي. هاكلكوا حتي دين اكل السمك من الاخر، مش هتنسوها. هنعرف دلوقتي ونشوف. ماشي. هايدي. نعم يا ماما. اوعي بابي يعرف ان احنا رحنا اسكندريه، بعدين يزعل مننا احنا الاثنين. اوكي اوكي يا ماما، ما تقلقيش، انا فهمه ان احنا كنا بنعمل شوبينج زي ما حضرتك قلتي. شطوره حبيبه مامي. حبيبتي طالعه على مامي بالظبط. يا ستي ما انتي السبب، احنا واقفين هنا ليه الاول؟ عشان نجيب شويه شوكولاته وسناكس، عشان الطريق طويل. يا ضايعه. طب اتفضلي يلا. يلا مامي خديني معاكي. هايدي يا حبيبتي هتفضل قاعده في العربيه لحد ما اروح انا وطنط نشتري حاجات من الماركت وارجع على طول. اوكي اوكي. فين بوسه مامي؟ لا لما ارجع. ازيك يا هنا؟ عاملة ايه؟ انت كويسة؟ انا مش كويسة خالص يا نانسي، انا تعبانة قوي. ممكن اطلب منك طلب؟ اه طبعا اتفضلي. بصي احنا بنات زي بعض، يعني اكيد هتفهميني وتحسي بيا. انا عارفة ان ادم في مزرعة خاله عامر، بس محدش عايز يقولي المزرعة فين. ارجوكي وحياة اغلى حاجة عنك تساعديني، انا هتجنن واشوف ادم،
انا ولا عارفه اكل ولا اشرب ولا انام ولا اعمل اي حاجه في حياتي. انا خلاص اتاكدت ان انا مش هقدر اعيش من غيره. انت متاكده يا هنا بعد كل اللي حصل ده؟ هو يقول اللي يقوله ويعمل اللي يعمله، بس انا عارفه ومتاكده اني مش هقدر اعيش من غيره ولا هقدر اتخلى عنه. اللي يحصل يحصل بقى. اوكي يا هنا انا هساعدك. ربنا يخليك. كده يا مامي تسيبيني كل ده؟ طب والله انا اكلم بابي.